نكمل كلامنا، بس قول الو عشان معانا حد. طبعا انت ما شاء الله اشتغلت مع كل النجوم، واللي هتقول له الو دلوقتي انت حققت معانا نجاحات كتير جدا جدا. قول الو بقى. الو 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 الو، الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا نون؟ يا هشام، يا نهار ابيض. يا استاذ هشام، مساء الجمال. ازيك يا رامي، عامل اخبارك ايه؟ ايه؟ وحشني جدا. اخبارك ايه؟ الحمد كله لله، تمام؟ كله تمام الحمد لله. حلو الكلام اللي عمالين تتكلموا فيه ده، حاجه جميله والله. وانتوا وحشين انتوا الاثنين، بس ربنا يا هشام. انت ايمن وحشني شويه زياده، لان انا ايمن ليه معايا تاريخ طبعا عشره كبيره. لا انا تلت شامل تاريخي، شامل لا يعني تاريخ لو شامل. انا لو هقول تلت تاريخي في الاغاني في الغنى، لا لا، تاريخي خليني مع انا اقول هشام لو سمحت عباس. يا استاذ ايمن، من فضلك من اتفضل. فضلك، علشان انا عندي كلمه، يعني عندي حاجات لازم اقولها. يعني انا يعني ايمن، من ساعه ما اشتغلنا مع بعض اول اغنيه، حبك اجمل شيء في حياتي، حبك احلى طريق حياتي، يا ما مشيت ولا مليت، ما انت النور لطريقي وقمري وجوه عيوني، انني عيوني. يعني الاغنيه دي اول اغنيه اشتغلتها مع ايمن، ودي بتنم عن انه في حاجات كتير قوي كانت هتيجي، يعني كانت ناويه تيجي من الشخص ده، من الراجل ده. والراجل ده انا يعني استصغرته الاول واستهيفته، يعني اللي هو ايه ده، وهو حتى حس في الاول وراح قال لي طار مكتوب، قال له ايه هشام عباس ده، قول هشام عباس ده نزل قوي الصراحه، تنك تنك ومش عارف ايه وبتاع. بس انا انبهرت بيه طبعا من جوايا. بس انا يعني تاريخ مع ايمن بصراحه كله اغاني، كلها اغاني مهمه جدا. صحيح. سواء يا اما هتات، يا اما مثلا اغاني مؤثره، يا اما اغاني راقصه جدا ودمها خفيف، يا اما تترات معلمه تعليمات معلمه جامد يعني. واغاني افلام طبعا. وانا كنت محظوظ جدا ان ايمن صاحبي حبيبي، يعني كنت من الناس المحظوظين في الوقت ده انه ايمن صاحبي، يعني ربنا حطه لي في طريقي وحطني في طريقه، فاحنا الاثنين في وقت من الاوقات كنا عاملين حاجات، عامله حاجات جميله ما شاء الله. وبعد كده ايمن لما انطلق بقى وراح عمل شغل لكل الناس، انا كنت ببص له على ان هو ابني او اخوك او اخو صغير مثلا، هو بفرح له كانه يعني حد من دمي، فاهم؟ اللي هو ومش بزعل منه خالص، ومهما بيعمل واضح انه بيعمل كتير. بس بقول لك ايه، بقى انا اتخانقت مع ناس كتير، احنا عمرنا ما شاء الله ما اتخانقنا مع بعض ما شاء الله، يعني ممكن نزعل لكن هشام الا هشام. انا عمري ما شاء الله، الله اكبر، يعني امسك ما شاء الله. لا ما فيش الهبات اللي بتهب مني دي عمرها ما جاتش معايا. لا ما تحصلش. الحمد لله مع هشام عباس يا رب ما تحصل. يا استاذ هشام، هتنورنا امتى في مساء دي امسيه يا استاذ هشام؟ حبيبي انا تحت امرك. الامر لله، وكله تمام. نرتب وتيجي تنورني قريب ارجوك. الراجل اللي معاك ده تاريخي من غيره غير بي، يعني ما شاء الله. ربنا يديم الود والمحبه دايما. بتكلم جد، وطبعا ربنا شاهد، ولازم يعني لازم اكيد الناس كلها عارفه يعني انه ايمن عمل لي حاجات مهمه، يعني اللي هو ناري نارين وفين وما تبطليش، دول ثلاث اغاني من اهم الاغاني، ثلاث اغاني اللي انا بغنيهم في الحفلات دول ايمن. لا وقول عليا مجنون هو في قلبي. لا وقول عليا مجنون طبعا، وقولوا الحبيب اللي هو في قلبي مش هين عليا مش هين عليا. لا هيتس كتير ما شاء الله ما شاء الله. لا انت تيجي بقى يا استاذ هشام تنورنا في مساء دي ام سي، ونتكلم على الاغاني اللي عملتوها مع بعض. خلاص مستنيك قريب ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا وسعداء بمداخلتك. يلا ايمن منور، يا ايمن منور. ورامي اشكرك ان انت جبت ايمن والله حبيبي على راسي، ده شرف لينا. شكرا جزيلا.